بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون السعادة هي مبتغى لكل إنسان فهناك سعادة الروح وهناك سعادة الدنيا وقد تجتمع السعادتان لسعيد وقد يحظى بواحدة منهما أحدنا وقد يحظى الآخر بالثانية ولكن السعادة إذا فقدت جانب الروح فليست هي السعادة المطلوبة السعادة إخوتي وأحبتي أن تصل قلبك بالله عز وجل وأن تسعد بدنياك للسعادة مفاتيح كثيرة ولعل أهم هذه المفاتيح مفتاح الطاعة والعبادة والوصال مع الله عز وجل وأعظم أبواب السعادة وأوسعها هو باب الطاعة والخضوع للمولى سبحانه وتعالى لذلك كان صلى الله عليه وسلم يطلب السعادة في كل حين فتراه ينادي أمام الصحب يسمعون أرحنا بها يا بلال أو يطلب النبي صلى الله عليه وسلم سعادة وهو أسعد خلق الله أو يبتغي النبي صلى الله عليه وسلم سعادة كغيره من البشر نعم هو أحب خلق الله وهو المصطفى والمجتبى وهو حبيب رب العالمين ولكن روحه وقلبه تهفو إلى السعادة وعرف مكمنها وعرف حقيقتها فأراد أن ينقل هذه الحقيقة إلى الذين أحبوه واتبعوه فكان ينادي بلال لنسمع نحن أرحنا بها يا بلال هي الصلاة أرحنا بالسجود أرحنا بالركوع القلب يحمل هموما في طريق الدنيا في طريق الدعوة مع الناس مع الأمم مع المجتمعات مع العوائل القلب يحمل هما كيف يرتاح هذا القلب أرحنا بها يا بلال باب السعادة الأعظم الأعظم يكون في السجود والركوع لله أعظم باب يسعد به قلبك أيها الأخ وأيتها الأخت أعظم باب عندما تبرغ جبينك على أعتاب الله عندما يسجد هذا الجبين طوعا وحبا للمولى سبحانه وتعالى لذلك من أعرض عن هذا الباب ما عرف السعادة يوما حتى ولو ظنها سعادة ما عرف السعادة إذا كان قد ابتعد عن باب المولى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا هنا السعادة أيها الإخوة هو المفتاح الأعظم ثم يأتي بعد ذلك مفتاح يلي هذا المفتاح وهو عظيم الثقة بالله باختصار ومن توكل على الله فهو حسبه الله أكبر آية عظيمة شاملة جامعة لمن كان له عقل أو فكر أو قلب أو لب ومن توكل على الله فهو حسبه ماذا تعني هذه الآية؟ يعني ابحث في الدنيا واسعى في مناكبها وخذ بالأسباب ولكن إذا توقف حالك في الدنيا أشغل فكرك ولا تشغل روحك وقلبك يجب أن يكون القلب والروح على أعظم يقين وثقة بالمولى عز وجل لا تنم وأنت مغتم طالما عندك هذه الثقة بالله عز وجل فإذا فقد الإنسان الثقة وفقد اليقين بقوله تعالى ومن توكل على الله فهو حسبه ضاعت سعادته وفقد السعادة ما هو الحل؟ اسعى في مناكبها خذ بالأسباب إن نجحت أو أخفقت خلي الروح والقلب مع الله وأن تتوجه إلى اتجاه العمل والكسب والجهد والبذل أمر آخر ومفتاح عظيم من مفاتيح السعادة
لا يعرفه إلا السعداء. الأخوة في الله، الصحبة في الله، الحب في الله من أعظم أبواب السعادة على الإطلاق. ولذلك سمي عصر الصحابة بعصر السعادة. لماذا هو عصر السعادة؟ سعدوا بالإيمان، بالتوحيد، سعدوا بصحبة خير الخلق والبشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وسعدوا بالأخوة في الله والصحبة في الله، حتى كاد واحدهم يقدم للآخر روحه وماء عينيه قبل أن يقدم له ماله، وكان واحدهم يعبر للآخر عن حبه. لماذا؟ لأنه يريد أن يدخله معه في باب السعادة، أو أن يسعد بصحبته فيقول له والله إني أحبك. ولطالما قالها عمر لأبي بكر، ولطالما قالها أبو بكر لعمر ولعثمان ولعلي ولمصعب ولمعاذ ولسعد، كلهم يعبر عن حبه، لأنه ينقل سعادة من قلبه إلى قلب أخيه، أو من قلب أخيه إلى قلبه. هي السعادة أيها الإخوة الكرام لها مفاتيح، لها مفاتيح. قد يفهم البعض هذه المفاتيح على عين ما فهمها رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، وقد لا يفهمها البعض ويأخذها نكدا وشقاء وشقوة، فيشقي نفسه ويشقي أهله ويشقي من حوله. وبعضهم يتذرع بقول الله عز وجل يقول لقد قال المولى ولقد خلقنا الإنسان في كبد. نعم، في كبد، والكبد مشقة وليس شقاء. خلقنا الإنسان في كبد، في مشقة، في تعب، يحتاج أن يجتهد في الصلاة، في الحج، في الصيام، مشقة، تعب في أمور الدنيا، في جلب الرزق، تعب، مشقة. ولكن لم يقل سبحانه خلقنا الإنسان في شقاء، حاشا لله. الله ما خلقنا إلا لنربح، ما خلقنا إلا لنكون سعداء، ما خلقنا إلا لنسعد في هذه الدنيا ولنسعد في الآخرة. ثم صنف النبي صلى الله عليه وسلم لنا ذلك التصنيف العجيب العظيم الذي يصف لنا معنى السعادة في أمور دنيانا، فقال بكلام مختصر جامع واسع شامل: من بات، وفي رواية من أصبح، من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. من بات آمنا في سربه، لم يقل في قصره، ولم يكن في قصوره، ربما غرفة صغيرة، أقل من غرفة، لكن أمان، آمنا، لا أحد يطارده في القتل. اسألوا يا إخواني من فقد الأمان كيف فقد السعادة، نسأل الله أن يرد عليهم الأمن والأمان. من بات آمنا في سربه، معافا في بدنه، أعظم نعمة بعد الإيمان الصحة. عنده قوت يومه ولو كان بعض الخبز واللبن، قوت يومه، عنده قوت يومه، قال فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيره. هذه السعادة الدنيوية. وبعد ذلك السعادة العظمى هي أن يختم الله عز وجل لنا بخاتمة الحسنى. لذلك أيضا أذكركم أيها الإخوة الكرام بتعريف النبي للسعيد صلى الله عليه وسلم، حيث قال إنما السعيد الذي جنب الفتن، إنما السعيد الذي جنب الفتن، إنما السعيد الذي جنب الفتن، وكررها ثلاثا صلى الله عليه وسلم. فاتقوا الفتن يا شبابنا ويا إخوتنا ويا أخواتنا فيما نرى من حولنا، ترى عندها سعادة القلب. أقبلوا على الله سبحانه وتعالى، ولا تجعلوا الدنيا تأخذ قلوبكم، فلتأخذ جهدكم وتفكيركم وتعبكم، نعم، ولكن لا تأخذ الروح والقلب. القلب أرحنا بها يا بلال، من سجد لله وبقي على شقائه أو بقي على تعاسته ولم يذق طعم السعادة وهو ساجد، ما عرف طعم السجود. هنا أيها الإخوة الكرام نسأل الله عز وجل أن يكرمنا بسعادة الدنيا، وأن يكرمنا بسعادة الآخرة، وأن يجعلنا من سعداء الدارين، والحمد لله رب العالمين.